تحية رياضية ودادية من عبد ربيه الحاج محمد إلى جميع المحبين الوداديين الرياضيين الأعزاء الكرام الفضلاء. احنا شرف كبير لنا باش نتواجدوا مع الإخوان بالمكان بالمنزل ديال الأسرة ديال الحاج محمد بن جلول، المنزل ديال السي شاكير رحمه الله. من هذا المنبر نترحموا على الجميع الوداديين وخاصة المؤسس الحاج محمد بن جلول، وأنا سعيد بالحضور بهذا المقر من أجل مناقشة عدة قضايا وأحداث اللي تتمر على المؤسسة الودادية والأسرة الودادية أو العائلة. فيما يخص التواجد ديالنا هو من أجل الحديث عن هاد المؤسسة، هاد الودادية، هاد الكيان، هاد الهرم، هاد الفريق الأسطوري المرجعي التاريخي الوطني اللي تنعتبروه من شموخ الكرة المغربية، واللي تترتبط بشموخ ديال ملك البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأنا سعيد جدا مرة أخرى باللقاء ديال هذه الفعاليات وهذه الجمعيات اللي تتواجدوا الآن بهذا المكان. كل ما أتمناه أنا شخصيا هو أتمنى إن شاء الله الإفراج إن شاء الله، والأمور ديال السيد رئيس تدوز على أحسن ما يرام، خاصة أن هناك القانون، هناك قرينة البراءة، والمتهم بريء حتى تثبت الإدانة ديالو. احنا ما يمكنناش نهضروا في القضاء على اعتبار أن القضاء شامخ في المملكة المغربية، عندنا قامات وعندنا أطر وعندنا فقهاء في القانون اللي تنحييهم من هذا المنبر، والحمد لله اعتبارا أن البلاد بلد الأمن والأمان والعدل والقانون. احنا كجمعيه الوداديه جينا حضرنا لهاد الاجتماع هذا، ماشي جينا جمعنا باش نضحكوا ونلعبوا ولا ناكلوا الحلوى ونشوف حالاتنا. احنا جينا خصيصا باش نقول واحد النداء ديالنا، وبحضور ديال الصحفيين كاملين وبينهم شوف تي في قناه الشعب. بهذه العباره قناه الشعب احنا كنقولوا احنا الاجتماع هذا اللي جينا ليه جينا كنوضحوا لعباد الله بالله، كنوضحوا للجمعيه الوداديه بالله، احنا ولاد القانون ومع القانون، احنا ولاد مع القانون. القانون اش يقول؟ كيقول الوداد مشى الرئيس يكون نائب رئيس. شكون يكون نائب رئيس؟ يكون نائب رئيس والرئيس ديال الوداد. احنا مع نائب رئيس ديال الوداد دابا، احنا في جنبه، غنكونوا في جنبه وغادي نمشوا معاه حتى النهايه ديال الموسم ان شاء الله بحول الله، النهايه ديال الموسم ان شاء الله بحول الله. وغادي تسعى يكون جمع عام وغادي نديرو شي. وشكرا للونرس، ما كنبش عكا، والله العظيم الا كنعسوا على جنب الراحه، كاين واحد جروب سميتو الونرس، راهم هما واقفين على الفرقه وراهم بالتضحيه بمالهم وبكل شيء لهم. وشكرا للونرس. بعد حكم لقاء التواصل ديال محبين الفريق الوداد وجمعيه محبين الفريق الوداد البيضاوي، حنا جينا اليوم اننا باش نجمعوا نناقشوا ما كان واحد البلاغ سيكاري حول ما تعرض الوداد من نكسه، من ازمه نفسيه للاعبين، من ماديا ومعنويا، بحكم انتكاسه وبحكم ما وقع على الرئيس ديالنا الحالي الاعتقالات وهذا. وحنا كوداد كرؤساء جمعيه محبين الفريق الوداد وكجمعيه مدينه الوداد كنصغروا ما يقع من الوداد في هذه الفتره العصيبه وهذه الفتره الازمه النفسيه والنفسيه والمعنويه والماديه. وحنا كنطالبوا عندنا ثقه في هذه المكونات ديال المكتب انهم باش يسيروا باش يدعموا هاد اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي. وحنا خاصنا ندعموا المكتب ديال الوداد ومخاطر اللعابه كمجموعه الفاعليه الوداديه من اجل باش الوداد واللعابه باش يدوزوا من هذه الفتره ديال الازمه الماديه والمعنويه ان شاء الله، باش نحققوا الالقاب كما عودونا عليها. وشكرا. احنا اليوم هنا في مجمع تضامني مع نادي الوداد الرياضي اللي باش كنقولوا للعالم نحن هنا، كنقولوا للعالم نحن هنا ونحن الوداد، ولا خوف على نادي الوداد الرياضي، وحنا مجتمعين هنا وداديين ووداديات باش كنعبروا على الحب ديالنا الله مشروط لنادي الوداد. وان شاء الله هذه مرحله ما بين الشوطين، كنتمنوا انها تدوز بكل سلام. ملوك واش غتخافي عليه؟ ما تخافش عليه،
لان احنا في حما الرحمن كما كان كيقول دائما الحاج شاكر بن جلون، وحنا دابا رانيت في المعقل ديال الوداد. احنا في منزل الحاج محمد بن جلون، هنا تاسست الوداد، ومن هنا انطلقت الوداد، ومن هنا كان المشعل. اذا شوف تبارك الله، الوداد وخط احمر لاي واحد بغى يمس الوداد راه غادي يلقى، اي ودادي غادي يلقاه في الدوره. فعلا بان المكتب المسير ولا اللاعبين اللي غيشوفوا هذا البلاغ ويشوفوا هذا اللقاء اللي درنا اليوم في هذا الدار ديال مؤسس نادي الوداد الرياضي، وغيشوفوا هذه الخرجات الاعلاميه ديال مجموعه ديال الفعاليات الوداديه ورؤساء الجمعيات ومشجعين ديال الوداد اللي عندهم تقريبا اقل منهم عندهم 60 عام 70 عام هو كيتفرج في الوداد، وغيشوفوا كيفاش كيدعم الوداد وكيفاش كيبغي يحمي الوداد من هاد الاعداء ديال النجاح ديال نادي الوداد الرياضي. لا اعتقد على انه ما غاديش يحسوا بان الوداد راه عندها الناس ديالها وعندها الرجال ديالها اللي كيدافعوا عليها في السراء والضراء. فعلا هي ظرفيه صعيبه وخاصه في الشق المالي، لان الوداد عنده التزامات كثيره، عنده مجموعه ديال الامور اللي خصو ينكب عليها المكتب الحالي، رغم انها صعيبه، ولكن اعتقد على ان هناك وداديين غيورين على الفرقه اللي غادي يجيو وغادي يتحقوا بالركب ديال 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 المسيرين ديال الوداد، باش يمكن لهم على انهم يحاولوا يخرجوا الوداد من هذه الضائقه الماليه اللي كنعيشوها، لان فيها مجموعه ديال الامور. عاد الوداد عنده التزامات، عنده مسابقات قاريه، عنده لاعبين عندهم عقود باثمنه كثيره، عندهم رواتب شهريه، عندهم اشطور ديال 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 باش وقعوا العقد مع الرئيس سعيد الناصري. ففعلا هي مرحله صعيبه، ولكن الحمد لله الوداد برجالاتها وبجميع مكونات ديالها غادي نتجاوزوا هذه المرحله. انا الوصفه السحريه اللي كنقول هو اننا نعالجوا ملف ملف. الان المرحله الحاليه تقتضي على ان هذه المقابلات اللي باقي لنا ثلاثه ولا اربعه في البطوله، على ان الوداد دبرهم بواحد السلاسه ويوفروا جميع الظروف الممكنه باش الوداد انها تلعب هذه المقابلات وتحقق عدد كبير ديال النقاط، باش يمكن لنا على اننا نفوزوا ببطوله الخريف. هذا يعطينا واحد الدعم معنوي لجميع المكونات ديال الوداد. كاين التوقف ديال البطوله، ديك الساعه غادي يفكروا في الملف الثاني اللي كيبان لي اساسي، هو الملف ديال النزاعات اللي فيه احكام نهائيه، خاصهم يخلصوا واحد الجزء منها مهم، باش يمكن لنا نديروا التعاقدات في مراكز الخصاص اللي عند النادي ديالنا. وكل محطه عندها 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 الظرفيه ديالها وعندها الوسائل اللي غادي يحاولوا يوفروها المكتب المسير والمكونات ديال الوداد، باش يمكن لنا اننا نتجاوزوا هذه المرحله العصيبه.